ايتما دي ستما السلسله اللي نركز نتابعها كريواليون تكران تيفاوين اللي ديون نبدا غير العدد المجالس ديال العدد يمقرن لي زرين اللي غنساوى الخت زكيه غنساوى الخت زكيه. انتاج المسلم الامازيغي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، ايتما غدرسد بحول الله تبارك وتعالى رنبدو درنساول يت المساله باهره يعظم دباهره يهمان اللي سيخصها اي انسان كد مسلم ولا كدت مسلمت، لانه هي الامر اللي فريتو يسقس الانسان القدام ربي تبارك وتعالى، هي الامر اللي رينجو الانسان غدونيت ولا اللي خرت، هي الامر اللي ميدي خلق ربي تبارك وتعالى المخلوقات كله تنت، هي الامر اللي ميدي خلق ربي الجنت بالنار، وهو الباب التوحيد ربي تبارك وتعالى دغي اللي سيخصا التي تعتقاد مسلم ولا تمسلمت ربي تبارك وتعالى، لانه الباب دهتي هي الباب عظم اللي سيخصا التوري جهل ومسلم ولا تمسلمت د اللي سيخصا أباه راكي سيكون ومسلم على بال باش يلي في الحقيقة نس دايلي في وغرس يستواني سقمن غل جانب ذاتي، لأنه غيك لي سنا نتنا في تيبنا الدين ربي تبارك وتعالى كلوت. فالتوحيد أيتما نتنا ميدي خلق ربي تبارك وتعالى الأولين والآخرين، نتنا ميدي خلق ربي الدنيت ولا اللي خرت، نتنا في شرع ربي تبارك وتعالى الجهاد، نتنمي خلق ربي الجنت بالنار. فلذلك أمسلم يواجه في اللس أي سن الباب ذاتي ذاتي تتعلم، ماشي شرط باش الإنسان يغر أو لا يكلم درست ولا أي سنة يترى ولا أي سنة يقرأ باش يتعلم الباباد، لأنه هي الأمر اللي فرض ربي تبارك وتعالى في اسم يانس كله أتي السن دا تتعلم. غان نفنر نسولي إن شاء الله المعنى يد الباباد الصغير الكتاب هي العليم الصغير العلماء هي مسلم الترحم ربي تبارك وتعالى يرى الكتابة ذاتي رغيسي سبيان البعض المسائل أغلبها بعد التوحيد اللي سيخصت نيسان المسائل درفلس نتويس قصة السيزوار غسان اللي خرت، وهو السليني الترس الإنسان غلقبر التويس قصة الإنسان أمسلم ولا تمسلمت فكرت المسائل يسنتيس قصة ينسي الملائكة الزغل الملائكة ربي تبارك وتعالى غير اللي ديوش كان غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ارتسقسان غير ربي تبارك وتعالى استيسن دي ساتي التعباد، ارتسقسان في الدين نس استيسن دي ساتي عمل، ارتسقسان في النبي صلى الله عليه وسلم استيسن دي ساتي تابعة. المسائلة دي رادة دي غاش كانت إن شاء الله ستفصيل غد دروس يا نبي حول الله، لكن قبل أن سول غل مسائلة دي سقسيتنا اللي فايت ويسقس الإنسان غل قبر أرغس بيان العالمة ذاتي الترحم ربي اللي مسمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أغلى كتابة ذاتي ينكرط ينقص المسائل
اللي سيخصى أتنتي السنة مسلم دستي سنتي عمل ينت لأسباب النجاة غدونيت ولا لخرت الإنسان نوري يوم زنس الأسباب هذا اللي وريس كين خرط قص المسائل ذات انتي أتي ريز غلي في حكم ربي تبارك وتعالى الخسران ضد ضلال غدونيت ولا لخرت والعياذ بالله قص المسائل ذا يتما متابع انت د ملاصقه انت نيرت سنت دورت كفايات زيت سنت في يطيضنا لا بد تند كل يصرح مسلم